يشد مساء اليوم مناجير الخضر أميل أبدي الرحالة إلى العاصمة نيامي بالنيجر، وذلك من أجل ضبط كل الأمور اللوجستية قبل سفرية المنتخب المقررة بعد مباراة الذهاب بتشاكر. تراجع مدرب مولودية وهران عز الدين أيجودي عن الاستقالة من الفريق بعد اجتماعه برئيس النادي الطيب محيوي. أيجودي سيشرف غدا على أول حصة تدريبية للحمرة وبملعب أحمد زبنة بوهران. يخوض شباب الوزداد سارة اليوم بملعب بولوغين مواجهة الإياب أمام فريق أكوا يونايتد النيجيري لحساب رابطة أبطال إفريقيا. أبناء العقيبة يسعون إلى تدارك خسارة الذهاب بهدف للصفر من أجل تحقيق التأهل إلى الدور المقبل. ولحساب ذات المنافسة يواجه وفاق ستيف سارة اليوم فريق فوغتين الجامبي بملعب ثامن ميبي ستيف، وكان الوفاق قد انهزم ذهبا بثلاثية لصفر.